جاما جلوتاميل ترانسفريز. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بإنزيم الجاما جلوتاميل ترانسفريز. أول حاجة هنتكلم عليها وهي الابريفيشن أو الاختصارات أو الأسماء الأخرى اللي بنستخدمها عشان نتعرف على الجاما جلوتاميل ترانسفريز. الاسم القديم هو جاما جلوتاميل ترانس بيبتيديز وبنختصره as GGTB، وممكن نستخدم الحرف اللاتيني اللي هو الجاما بدل حرف الجي وبنسميه جاما GTB. الاسم الحديث وهو الأكثر استخداما هو الجاما جلوتاميل ترانسفريز وبنختصره as GGT، وكمان بنستخدم الحرف اللاتيني اللي هو الجاما وبنسميه الجاما GT، وممكن كمان نحط قبلها حرف الاس اللي هو سيرم جاما GT. السبيسمن أو العينة اللي بنستخدمها بنستخدم عينة السيرم، بنجمع عينة الدم في الريد توب تيوب، وما بنستخدمش الهبارين لأن الهبارين انترفير with GGT measurement، عشان كده ما بنستخدمش الهبارينايزد بلازما، ومفيش أي احتياطات خاصة بالنسبة للأكل، وكمان ما بنحتاجش صيام أو فاستنج قبل ما بنجمع عينة الدم. الريفرنس فاليو في الأدلت من 8 إلى 38 يونت بير ليتر. قيم الفيميل بتبقى أقل من الميل في سن أقل من 45 سنة، لأن البروستيت الموجودة في الميل بتحتوي على إنزيم الجي جي تي، بينما في النيوبور بيبقى النورمال فاليو من 12 إلى 122 يونت بير ليتر. الميثود أوف ميجرمنت بنستخدم الإنزيماتيك سبيكترو فوتومتري ميثود باستخدام الكاينيتيك أسي. الجاما جلوتاميل ترانسفريز is intracellular enzyme present in high concentration in the liver and biliary tract epithelium. كمان موجود في أماكن أخرى بليسر concentration، موجود في الكيدني، البنكرياس، البروستيت جلاند، البرين والهارت. الجاما جلوتاميل ترانسفريز is a membrane bound enzyme، بمعنى ان المكان الاساسي لتواجد الجي جي تي هو على السيل ميمبرين facing the external side of the cells، لان انزيم الجي جي تي participates in the transfer of amino acid and peptides across the cellular membrane. بمعنى زي ما هو واضح في الصورة، الجي جي تي متركز على السيل ميمبرين عشان يقوم بدوره او وظيفته الاساسية في عملية الترانسفير أو إدخال الأمينو أسيد والبيبتايد إلى داخل الخلية، وخاصة في الهباتو بيلاري تراك، لأنه موجود بهاي كونسنتريشن في المنطقة دي، عشان كده بنعتبره هباتو بيلاري تراك إنزيم. ودي صورة أوضح بتبين تواجد الجي جي تي على السيل ميمبرين، ومن خلاله بيتم دخول الأمينو أسيد مثل السيستين من خارج الخلية إلى داخل الخلية. وزي ما هو واضح، الجاما جلوتاميل ترانسفريز بيبقى متواجد مباشرة على السيل ميمبرين، وبيساعد بشكل مهم جدا في الترانسفير اوف امينو اسيد اند بيبتايد. بالاضافة للترانسفير اوف امينو اسيد، الجي جي تي از انفولفد ان ذا ميتابوليزم اوف جلوتاثيون، وهو عبارة عن كي انتي اوكسيدنت ان ذا بودي، وبالتالي الجي جي تي از تيكن از ماركر of oxidative stress، لأن الجي جي تي بيحصل له increase in oxidative stress. ونتيجة لتواجد الجي جي تي في الهباتو بيلاري تراكت، الجي جي تي is elevated in all type of liver disease زي البيلاري obstruction، الكولانجيتس or cholecystitis. كمان الجي جي تي بيبقى is more responsive than any of the other enzyme used as a marker for liver disease، بمعنى ان الجي جي تي حساس لاي مرض او مشاكل في الكبد والقنوات المرارية اكتر من الانزيمات الاخرى، لانه بيرتفع قبلها بوقت كبير. ميكانيزم of جي جي تي increase. الجي جي تي is one of induction enzyme. It means that bile acid and other constituent of bile stimulate senses and release of جي جي تي. زي ما هو واضح في الصورة، بيحصل increase للsenses بنسميه induction، لذلك الكوليستاسيس ميك اندكشن اوف جي جي تي، therefore it is called a cholestatic enzyme. كمان الكوليستاسيس انديوس البيلاري هايبرپلاجيا، therefore increase جي جي تي in the blood، بمعنى ان الكوليستاسيس بيعمل increase senses وكمان بيزود عدد الخلايا من خلال البيلاري هايبرپلاجيا، وعشان كده الجي جي تي بيزيد في حالات الكوليستاسيس.
الانديكيشن why we measure GGT أو ما هي الكلينيكال significance of GGT. رقم واحد assist in the diagnosis of obstructive jaundice واللي بيحصل فيها cholestasis أو احتباس البيض. رقم اثنين GGT بيستخدم to evaluate and monitor patient with known or suspected alcohol use. بنستخدم GGT كمؤشر لشرب الكحول لأن انزيم GGT rises after ingestion of a small amount of alcohol. لذلك ممكن يستخدم في الكشف عن شرب الكحول. GGT increased mainly due to liver disease وخاصة obstruction of bile duct. No matter how mild will cause elevation in GGT. بمعنى أن أي انسداد في القنوات المرارية مهما كان بسيط will increase GGT. Obstructive jaundice بتحصل في حالات الكولانجيتس. الكولانجيتس هي التهاب القنوات المرارية. والكوليسيستايتس. الكوليسيستايتس هو التهاب المرارة. والبيلاري أتريجا وعدم تطور القنوات المرارية. والإنفكشوس هيباتايتس. رقم اثنين primary cirrhosis اللي هو تليف في الكبد. كمان في حالة الليفر كانسر سواء منشأه في الكبد اللي احنا بنسميه primary او انتقل من مكان اخر الى الكبد اللي احنا بنسميه metastatic liver tumor. وزي ما قلت GGT is a sensitive to biliary disorder لان its elevation occur before other liver function tests show abnormalities. بمعنى انه مؤشر سريع للكبد ودايما زيادة GGT parallel to elevation of alkaline phosphatase ولكن GGT is more sensitive لان GGT is not increased in bone diseases زي الالكالين phosphatase. عشان كده ما بيكون في زيادة في GGT وكمان الالكالين phosphatase ده بيدينا indication على الهباتوبيلاري disorder. ولكن لو GGT normal والألكالين فوسفاتيه حصل له increase ده طبعا بيدينا indication على وجود bone disease. لذلك احنا بنعتبر GGT more specific than alkaline phosphatase. Other condition which increase GGT. رقم واحد الالكول ingestion. GGT بيزيد بعد تناول الكحول بأربع أيام لأنه بيؤدي لمشاكل في الكبد وبعد تناول الكحول بيستمر زيادة في GGT لفترة about 2 weeks. رقم 2 myocardial infarction. رقم 3 cancer of the pancreas لأن GGT موجود في البنكرياس or pancreatitis especially if associated with hepatobiliary obstruction. رقم 4 prostatic malignancy لأن إنزيم GGT موجود في البروستيت جلان. Interfering factors أو العوامل اللي بتؤثر على نتائج GGT. رقم واحد value may be decreased in late pregnancy. رقم اثنين drugs that may cause increased gamma GTP levels include alcohol, phenobarbital and phenytoin. والأدوية دي بتؤدي إلى زيادة GGT من خلال عملية الاندكشن بمعنى أنها بتزود السنسز. كمان بعض الأدوية بتؤدي إلى تكسير في الكبد بيبقى لها سايد افكت. رقم 3 كمان موجود مجموعة من الأدوية that may cause decreased level of GGT including oral contraceptive. Related test GGT واحد من الليفر بروفايل تيست لذلك يتم قياسه ضمن مؤشرات وظائف الكبد مع مجموعة أخرى من الإنزيمات زي الألكالين فوسفاتيز الفايف نيوكليوتيديز اليوسين أمينو بيبتيديز الألانين أمينو ترانسفريز أسبارتيت أمينو ترانسفريز واللاكتيك دي هيدروجينيز. GGT measurement يتم قياس GGT من خلال جهاز السبكتروفوتومتري باستخدام الكيتس زي اللي موجودة في الصورة من خلال الكاينيتك أسي ميثود وفيها الانزيماتيك اكتيفيتي بتؤدي إلى زيادة الأبزوربانس مع مرور الوقت لذلك يتم قياس الأبزوربانس أكثر من مرة. في حالة المانوال بروسيجر بنعمل ميكسنج للرياجنت والسيروم سامبل بعد كده بنعمل انكيوبيت فور 1 مينيت اند ريكورد انيشال ابزوربنس عند ويف لينز 405 نانو متر بعد كده بنكرر القياس عند 1 و2 و3 مينيتس بعد كده بنحسب الافريج ابزوربنس بير مينيت واللي احنا بنسميها الدلتا ابزوربنس بعد كده بنعمل كالكوليشن الجي جي تي باي يونت بير لتر بيساوي الدلتا ابزوربنس بير مينيت بنضربه في الثابت اللي هو 2211.
في النهاية هيبقى اتكلمنا على كل المعلومات الخاصة بالجي جي تي، وعرفنا ان تحليل الجاما جلوتاميل ترانسفريز انزيم عبارة عن واحد من الليفر فانكشن تيست، وبنعتبره واحد من الكوليستاتيك انزيم اللي بيدينا مؤشر عن الجوندس. الجي جي تي موجود في الليفر والكيدني والجول بلادر، وبيبقى لوكالايزد باوند تو زي بلازما ميمبرين اوف زي سيل. ريفرنس فاليو من 8 ل 38 يونت بير ليتر، بنقيسه في عينة السيرم. الجي جي تي انكريزد ليفل فاوند ان رقم واحد في الليفر ديزيزز زي في حالات السيروزيس الهيباتيتس والبيلاري اوبستراكشن، رقم 2 في حالات الالكول انجيشن.